السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة مستر محمد، ونكملين مع بعض شرح يونت 2 الوحدة الثانية من منهج الصف الخامس من كتاب الباهر. معانا النهاردة lessons 5 and 4، درس الرابع والخامس. عنوان درس النهاردة هو A Sports Biography، يعني سيرة ذاتية رياضية. نبدأ بالفوكابلري كلمات. عند كلمة water pollution تلوث الماء، agricultural تاني agricultural، لو نقسمنا الكلمة هنلاقيها كده agricultural، بص agricultural 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 يعني زراعي. water bodies مسطحات مائية، middle يعني ميدالية. garbage كمامة، important مهم. biography سيرة ذاتية. wildlife حياة برية. Egyptian مصري. champion بطل. famous مشهور. competitor يتنافس او متنافس. طيب هنا عندي تايكواندو بلاير لاعب تايكواندو. اثليت لاعب رياضي. special needs احتياجات خاصه. training تدريب. career حياة مهنية. organisms الكائنات الحية. تصريفات الأفعال، وعندي هنا الأفعال المنتظمة regular verbs. عندي كلمة compete يتنافس. competed avoid يتجنب. avoided destroyed. عندي irregular verbs أفعال غير منتظمة as and spoke began lost. important expressions and preposition تعبيرات وحروف الجر الهمة. عندي كلمة famous for مشهور لي. at the age of في عمر. compete against يتنافس ضد. win a medal يفوز بميدالية. kill organisms يقتل الكائنات الحية. throw garbage يرمي كمامة. bronze medal ميدالية برونزية. gold medal ميدالية ذهبية. make children ill تجعل الأطفال يشعرون بالمرض. طيب هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. هداية ملاك لعبة تايكواندو مشهورة. she's one of the two people who carried the Egyptian flag. كانت واحدة من الاثنين المصريين اللي حملوا العلم المصري. At the Taekwondo Olympic Games in 2021. This is amazing. في أولمبيات 2021. هداية was born in on April. طب خلي بالك في الحتة دي. يعني هداية was born. ولدت. Born on April في شهر April 21 طيب. واحنا عارفين ان الشهر بيستخدم قدامه ان، يعني نقول ان ابريل كده ان ابريل، لكن لما حدد يوم هنا خد اون، يبقى لو حددنا يوم في الشهر بيستخدم اون. يبقى هدايا was born on April 21 1993. she began practicing بدأت تدريب تايكواندو at the age of 7 بدأت في عمر 7. and won many prizes فازت بجوائز عديدة. At the age of 14 في عمر 14 she won the bronze medal فازت بالميدالية البرونزية. At the Rio Olympic in 2016 she also won the bronze medal فازت بالميدالية البرونزية in Tokyo 2021. هداية is a very kind person هي شخص طيب جدا. In 2016 في 2016 she helped American athlete ساعدت لاعبة مغربية with special needs ذات احتياجات خاصة اسمها راجا جارمش. راجا had no one to compete against. راجا ما كانش معاه حد تنافسه.
سو هدايا بيكام هير كومبيتيتور، عشان كده هدايا اصبحت كومبيتيتور المنافس بتاعها. اندلوست وخسرت. راجا كود زير فور وين ذا جولد ميدل، راجا فازت بالميداليه الذهبيه. اند ات واز فيري سبيشال مومنت تو هير، كانت لحظه مميزه ليها. وات داز هدايا دو ناو، هدايا بتعمل ايه دلوقتي؟ She's practicing hard to the roar of the gym. She really wants to win a gold medal. هي فعلا عايزة تفوز بالميدالية الذهبية. طيب عندي هنا حاجة اسمها ده واحد اسمه شريف عثمان، عشان تبقى انت عارف كان لاعب رفع اثقال. شريف عثمان was a famous Paralympic Egyptian باور ليفتنج بلاير. باور ليفتنج معناها رفع الاثقال، يعني كان لاعب رفع اثقال مشهور. He began powerlifting. بدأ رفع الأثقال at the age of 18، في عمر 18. He was born in Minya، تولد في المنيا on 15th September. He won many important awards، فاز بجوائز عديدة. He won the African champion for second time، فاز بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية in Algeria في الجزائر. He was a successful يعني ناجح successful player because he was disabled، عشان هو كان معاق. He won the world champion title، فاز بلقب بطولة العالم in the men's للرجال up to 59 في 59 كيلو in Mexico في مدينة المكسيك. Moreover، علاوة على ذلك، he won Egypt's first gold medal at Rio Paralympic، فاز بالميدالية المصرية الأولى في الريو بارالمبيك. طيب عندي بقى جزء خاص بالووتر بولوشن، وده مهم لازم نقوله عشان بيجي عليه اسئله وبيجي عليه موضوع كمان. When harmful chemicals، لما المواد الكيميائيه الضاره go into water، بتخش في الميه او water bodies، من السطحات المائيه اللي هي زي rivers الانهار lakes بحيرات and seas بحار، we call this water pollution، بنسمي ده تلوث الماء. ايه هو تلوث الماء؟ يبقى لما المواد الكيميائيه الكيميكالز go into water bodies، تخش في المسطحات المائية اللي هي زي الريفرز والسيز والليكس. water pollution can kill organisms، تلوث الماء ممكن يقتل الكائنات الحية، يبقى organisms يعني كائنات حية، وكل يعني يقتل. that live in the water such as fish، زي الفيش، bird and crabs. crabs يعني الكابوريا، وbirds طيور، وفيش الأسماك. it can also kill birds، كان ممكن يقتل الطيور that eat the fish، اللي بتاكل السمك. water pollution تلوث الماء can cause، ممكن يسبب animal to lose للحيوانات ان هي تفقد their homes مواطنة and change وتغير their habitats مواطنة. طيب هنا بقى يجيب لك الكوزز الاسباب، اسباب تلوث الماء. قال لك ان الويست ووتر مياه الصرف from sinks من الاحواض تويلتس حمامات والشاور والدش، دي بتلوث المياه. ويست ووتر مياه الصرف من المواد الكيميائيه اند كيميكالز فروم فاكتورز من المصانع. ويست ووتر فروم اجريكالتشرال لاند مياه الصرف من الارض الزراعيه اند سيتيز انتو ريفرز والانهار اللي بتتحط في النهر. افكتس التاثير بتاعها، ديرتي ووتر كان ميك تشيلدرن اند اولد بيبل ايل، المياه القذره ممكن تخلي الاطفال والناس الكبيره او سنها مريضه. polluted water destroy wildlife، يعني الماء الملوث destroys بتدمر الحياة البرية. الحلول بقى solution ايه؟ solutions يعني حلول. save as much water as possible، يعني حافظ بقدر الامكان على الماء. take short showers، خد دش قصير. avoid running water، تجنب المياه الجارية. never throw garbage، لا ترمي كمامة in or near في او بالقرب من lake، a lake بحيرة or a beach او شاطئ. بقى عندي جزء الاكتيفيتيز، عندي هنا نص استماع على ليسن 4 اند 5. هدايا ملاك از ا فيموس ايجيبشن تايكواندو بلاير. هدايا واز بورن اون ابريل 21 1993، شي وان ا برونز ميدال ان طوكيو 2021، شي از ا فيري كايند بيرسون. طيب هدايا ملاك از ا فيموس ايجيبشن، لعبة مصرية. هدايا was born on April. She won، فازت بالميدالية ايه في طوكيو، طبعا فازت ببرونز، ميدالية برونزية. She is a very kind person، هي شخص طيب جدا. طيب
question number 2 choose the correct answer. هدايا ملاك won the bronze, فازت بالبرونز ميدال الميدالية البرونزية. هدايا ملاك carried the Egyptian, هدايا ملاك حملت العلم المصري Egyptian flag, flag يعني علم. harmful chemicals مواد كيميائية ضارة cause بتسبب water ايه؟ بتسبب water ايه؟ water pollution تلوث الماء. لكن invitation دي معناها دعوة, information معلومات وسولوشن حل. never throw لا ترمي, لا ترمي ايه؟ garbage كمام in or near a lake or beach. dirty water مياه القذرة can make children and old people ill, ممكن تخليهم ايه؟ مرضى. ill يعني ايه؟ مرضى. طيب read and complete the text with the word in the box. There are a lot of famous sports person in our community. يعني في أشخاص رياضيين مشهورين في مجتمعنا. Community يعني مجتمع. هدايا ملاك and محمد صلاح are very famous. هدايا ملاك ومحمد صلاح مشهورين. My cousin نهى likes practicing. بنت عمي نهى بتحب تمارس. بتحب تمارس ايه؟ sports الرياضات. Her favorite sport رياضتها المفضلة is هي التايكواندو. تايكواندو. She wants to be athlete as هدايا ملاك. هدايا is a famous sportist تايكواندو player يعني لعبة famous Egyptian. هنا دي Egyptian عفوا يعني لعبة لعبة مصرية مشهورة. Question number 4 read the text answer the question. When harmful chemicals لما المواد الكيميائية go into water bodies like rivers, lakes, seas we call this water pollution. Water pollution can kill organisms that live in the water such as fish, bird and crabs. It can also kill birds that eat fish. كمان ممكن يقتل الطيور اللي بتاكل السمك. Water pollution can cause animals to lose their homes and change their habitats. Question number 1. Water pollution can kill. تلوث الماء ممكن أن يقتل الأورجانيزمز. Water pollution cause animals to lose or to change. يعني تلوث الماء بيسبب للحيوانات إنها تشينج تغير بيئتها اللي هي الهابيتاتس البيئات. What cause water pollution؟ يعني إيه اللي بيسبب تلوث الماء؟ أقول when harmful chemicals go into water bodies. ده إجابة السؤال التالت. السؤال الرابع What can water pollution make for birds؟ تلوث الماء ممكن يعمل ايه للطيور؟ يبقى it can kill birds that eat fish. ممكن يقتل الطيور اللي بتاكل السمك. إجابة السؤال الرابع. السؤال بعد كده سؤال بانكت ويز فيلم رقم الآتي. هنكتب بقى على biography about famous Egyptian person. يعني سيرة ذاتية عن شخص رياضي مشهور بس هو جاب لك هنا كلمة سكور معناها يحرز يعني. فنتكلم مثلا على محمد صلاح أو ممكن نتكلم على هدايا ملاك مثلا. هنقول إيه؟ هدايا ملاك ملاك is a famous Egyptian taekwondo player يعني لاعب التايكواندو ايه مشهور. طيب she was born يعني اتولدت on ابريل في شهر ابريل 21 1993. طيب she won هي فازت a bronze medal بميدالية برونزية. okay she is a very kind person. she is a very kind person يعني هي شخص مشهور جدا. طيب تمام تعالى بقى عندي امتحان هنا على unit 2.
سؤال الاستماع. عادل and Hannah like sport. عادل like karate as he can do lots of moves. He also loves kung fu because he likes when he does high kicks. Hannah likes to swim. She goes to swimming pool on Friday. She often puts on her swimming goggles to protect her eyes. سؤال الأول. عادل likes. عادل بيحب إيه؟ عادل like sports. بيحب الرياضة. عادل like sports. بيحب الكاراتي. عادل loves kung fu because he likes when he does high kicks. بيحب يعمل ركلات عالية. Hannah likes to. هنا بتحب تعمل ايه؟ عفوا بتحب سويم تسبح. يبقى هنا تو سويم. اوكي. She often puts on her swimming goggles to protect her eyes عشان تحمي عينيها. Question number 2. I play on a small court. انا بلعب ايه؟ في ساحة صغيرة with walls all around. فيها حيطان يعني ايه محاطة بالجدران. يبقى دي اسمها squash. I wear football. بلبس football ايه؟ To play football. يبقى بلبس الفوتبول بوتس. هذا كرة القدم. A bad dream. الحلم السيء is called اسمه nightmare. كابوس. Is to move air into and out of your lungs. انك تحرك الهواء جوه وداخل رئتك. ده اسمها ايه؟ اسمها breathe. يتنفس. سؤال التالت. Read and complete the text with the word in the box. When harmful chemicals. لما المواد الكيميائية. Go into water bodies. بتروح في مسطحات المائية. Lakes, rivers and seas. We call this water pollution. بيسمي ده تلوث الماء. Water pollution. تلوث ايه؟ الماء. Can kill organisms. بيقتل organisms. الكائنات الحية. That live in the water. Such as fish, bird and crabs. It can also kill. ممكن كمان يقتل birds that eat fish. It can cause animals. ممكن يسبب للحيوانات to lose and تفقد their homes and change their ان هي تفقد مواطنها وتغير habitats. اللي هو البيئات بتاعتها habitats. We shouldn't throw. لا يجب ان نرمي garbage. كمامة in or near a lake. طيب. السؤال الرابع. Read the text. Answer the question. هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. She is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. This is a great honor. Honor يعني فخر أو شرف كده. شرف لمصر يعني. هداية was born on April 21, 1993. She began practicing taekwondo at the age of 7 and won many prizes at the age of 14. She won the bronze medal at the Rio Olympic in 2016. She also won the bronze medal in Tokyo in 2021. She's practicing hard now. She really wants to win a gold medal in the future. Hidaya got the medal in Tokyo. حصلت على الميدالية ايه في طوكيو؟ تعالى كده نشوف. حصلت على الميدالية ايه في طوكيو؟ اوكي. اهو برونز. برونز ميدال. يبقى هنا نعلم على ايه؟ برونز. They began practicing taekwondo at the age of. بدأت بممارسة في عمر السفن السابعة. Summarize the text in one sentence. لخص النص ده كله في جملة واحدة. أول مثلا هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. ممكن نكتب الجملة دي كلها كتلخيص للنص. يبقى ده إجابة السؤال التالت. السؤال الرابع. What does هداية want to do in the future? عايز تعمل إيه هداية في المستقبل؟ She really wants to win a gold medal in the future. يبقى ده إجابة السؤال الخامس. بعد كده عندي سؤال. Put the word in the correct order. ما فيش مكان نكتبه فيها الرقم. What sports, ما الرياضات. What sports are you good at. ايه الرياضات اللي انت كويس فيها. طيب. Number 2. هداية ملاك one فازت the bronze medal. فازت بالميدالية البرونزية. Read and write is the correct form of the word between brackets. آية is good at. قلنا good at بعدها الفعل في ING. يبقى good at playing. My brother is great
جريت ات سويمنج جيد فيه السباحة. بانكت ويز ذا فيلم هنبدأ بكابيتال اي وهنا الفول ستوب. بعد كده عندي موضوع يور نيم تبدأ ايميل واي صفحة نعمله فيها. طيب احنا عملنا القصة بتاعته فوق يعني عملنا السبورتس بيجراف فوق في الاختبار اللي قبل ده، فممكن تكتبها هناك. بس هتكتب الاول عنوان الايميل، لو انت مش عارف تكتب ايميل ازاي فانت هتكتب تو الى وتكتب العنوان اللي انت هتبعت له اللي هو ايه بقى اللي انا هبعت له اهو. هبعت لايمان يبقى تو ايمان ات ياهو دوت كوم فروم من اسمك انت ايه اداك اسمك ايه تعال نشوف اهو يور ايميل اي سالي يبقى هنا فروم ايه سالي يبقى هنا هنكتب ايه سالي. طيب سبجكت الموضوع شوف الموضوع عن ايه الموضوع عن سبورتس بايجراف هنكتب هنا سبورتس بايجراف. بعد كده نكتب دير عزيزي ونكتب اللي هنعمله. بعد كده نسلم عليه يعني في هنا نقول له هاو ار يو اند يور فاميلي هاو ار يو اند يور فاميلي. بعد كده هكتب بقى الجمل اللي انا عملتها فوق على هدايا ملاك. طيب هنا جزء خاص بالازهر هقول له احمد واتس يور فيفورت سبورت اي ام جود ات انا كويس في الفوتبول في كره القدم. Great. Where do you play it? أين تلعبها? I usually play it at the club. What about you? ماذا عنك? My favorite is tennis. I like watching matches on TV. أحب أشاهد مباريات على التلفزيون. So do I. وأنا كذلك. بعد كده الثانية. Read and complete the dialogue with the word from the box. How can air pollution إزاي air pollution تلوث الهواء affect our health بيأثر على صحتنا. قال لك emissions بقى الانبعاثات دي emissions from cars من السيارات and factories can be dangerous for our lung. الانبعاثات من السيارات والمصانع ممكن تبقى خطيرة على الرئتين. How can we less look after ازاي look after نهتلي بكوكبنا. We should use our car less and use our bikes more. يعني يجب أن نستخدم سيارتنا أقل ونستخدم الدرجات أكتر. Choose the correct answer. هاني is very good at قلنا good at بعد الفعل فاين نجيب بقى good at doing كروت. He is good at ملك is good at swimming. أحمد is good at برضو الفعل فاين نجيب playing tennis. فين playing tennis أو ما فيش playing tennis يبقى ناخد اسم بقى تنس. We are bad at writing poems. نحن سيئين في كتابة القصائد. Poems دي معناها قصائد. طيب كده خلصنا unit 2. الوحدة التانية شرح وحل من كتاب الباهر. ما ننساش الاشتراك في القناة. وكمان نشير الفيديو علشان الناس تتابع معنا. عشان لسه ان شاء الله هنحل معاكم كتاب المعاصر وبيت باي بيت وجيم. هنحل كل الكتب ان شاء الله للصف الخامس ابتدائي. كان معكم مستر محمد شعبان واتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء ان شاء الله في يونت 3.